عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معكم رضا احمد، معانا فيديو جديد وحاجه جميله ومرجحه عشان الصغيرين والكبار. المرجحه ديت انا عملتها على ستاند افضل من ان انا نعلقها في السقف فوق. عملنا ايه؟ هي تقريبا بتاخد من 5 كيلو ل7 كيلو تقريبا، تمام. المقاسات بتاعتها دوت لو هتعملوا نفس المقاس هتعملوا 110 الدايره الكبيره، هتعملي 110 الدايره الكبيره و90 الدايره الصغيره. لو عايزه ممكن تعملي اصغر من كده او اكبر من كده، دي حاجه ترجع لك انت. الستاند طبعا ده حديد بيتعمل عند الحداد بالمقاسات اللي انت عايزاها برضو، بس اهم حاجه الستاند في المقاسات ديت على اساس ان هو يتحمل اوزان كبيره، لكن مفيش حاجه اسمها انك تعلقيها في السقف، صعب جدا الكلام ده الا اذا هتخليها البيبي. بالنسبه للخيط، طبعا الخيط هو مش خيط مكرميه، ده خيط اسمه خيط ملاعب 18. الخيط ده بيبقى ابيض واوف وايت بس، مفيش منه الوان تانية. الخيط المكرميه بيمط، الخيط ده ما بيمطش وبيبقى متين. طبعا هنبدا مع بعض على طول بسرعه، وزي ما اتعودنا في فيديو واحد هنعمل المرجيحه، وان شاء الله تعجبكم تعليقاتكم عشان نعمل كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله. كده هنغلف الحديده ديت، طبعا بنلف على ديت افضل كتير، تمام. هنجيب حته بلاستر شفاف زي كده، شفاف او مش شفاف هو مش بيبان اصلا، وهحط عليه بدايه الخيط كده بالشكل ده، تمام، وهلزقه من تحت او من فوق براحتك، مش مشكله حسب ما انت عايز، لان هو كده كده احنا هنلف عليه الخيط، تمام. فاهو تمام. ميزه البتاع الطويله دي انها بتبقى اسهل في انك انت تشتغلي بيها، تمام. باجي بعمل كده اهو، احسن من الكوره، لما بتعمليه كوره بيلخمك جامد وبيفك يبقى على طول اهو، شايفه اهو كده، شايفين اهي. ببقى شداها وبلف بيها كده، بصوا شكلها سهل ازاي، الطريقه سهله ازاي اهي. الطريقه بالذات كمان الاطار كبير فمساعدني ان هو ما بيتحركش اهو، شايفين انا بشد ازاي اهو، اهو بشد كده تمام اهو، اهو بمشي بيها بالشكل ده اهو، شايفين سهل ازاي لما بنلف على الرول اهو، تمام. هنكمل بقى كله بالشكل ده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. كده عملت الاطار وخلص مني الخيط، هو انا عملت شلتين وهعمل الثالثه، فقلت ايه اوريكم ازاي بننهي ونبدي خيط تاني. دلوقتي انا وصلت اهو للنهايه، فبعمل كده بشد عادي الطريقه اللي انا بعملها اهو، زي ما انا خلصت اهو، تمام. هاجي هروح عامله كده، جايه هنا كده مثبته صبعي بالشكل ده اهو كده اهو كده، بس هخليها بقى من تحت عشان ما تبانش، واروح جايبه اللزق الشفاف زي كده اهو، جايه عند اللي احنا لفينه اهو، وهعمل كده طبعا. ده كله مش هيبان، بس انا بثبت الحبل عشان ما اعملش عقده، تمام اهو كده. هجيب برده الخيط التاني زي ما عملنا في بدايه الشغل برده بنفس الطريقه، هجيب حته بلاستر اهو، هعملها كده ثواني، نحطها كده على البدايه زي ما احنا كنا عاملين برضو في بدايه الشغل، نفسه هو مش بنعمل اي حاجه جديده، بس هي عشان تعرفي ازاي الوصله. هعملها كده اهو بالجنب كده اهو، هعملها كده برضو من تحت، وتحاولي تخلي كل الوصلات اللي هتقابلك تبقى في اتجاه واحد، الاتجاه اللي من تحت اللي هو مش هيبقى باين خلاص. وهبتدي اشتغل بنفس الطريقة اهو، بحاول اركز ان انا اجيب العقدة تبقى من تحت خلاص، وهبتدي
العقده هتبقى من تحت. تمام، هبتدي الف تاني بنفس الطريقه اللي انا كنت شغاله بيها من الاول. بداية بس هي اللي بتبقى ايه صعبة شوية اهو، خلاص الكلكعة بتبقى من تحت من هنا، هتدرى في الشراشيب، هتحاولي تجيبيها مع الفيصل اللي بين الاتنين اي حاجة. هتكملي برضو لغاية اخر ال هكملها وارجع لكم تاني. لفيت الخيط على الاطار، وان هو كان الخيط معايا اتقطع خلص، فاضطريت ان انا اعمل عقدة واسيبه كده، هينفع معانا في الشراشيب في الاخر، عشان لو كنت دخلته في وسط الخيط كان هيكلكع زي ما هو مكلكع يعني. تمام، وهنا هو الاخر برضو عملتها عقدة، يعني لفة مجرد لفة عادية، هي مجرد لفة عادية عشان يعني هي دي اللي هثبت فيها الاطارين مع بعض. دلوقتي احنا عايزين نعمل الغرزة اللي في الاطار، اللي هو الغرزة اللي هنعملها. احنا الغرزة اللي هنعملها دلوقتي اللي انا بعمله ده مجرد توضيح ازاي تعملي مرجحة. مش لازم مقاس المرجحة اللي انا بعمله، ممكن تعملي اكبر ممكن تعملي اصغر، انا بقولك الفكرة. يعني انت لو عايزه تعملي المرجحه اللي هي عباره عن زي الشبك، زي حتى اللي في الستاره، الشكل اللي زي اللي في الستاره ده، ممكن هتعملي ادي واحد اتنين، خلاص مش محتاجه اكتر من كده لان الغرزه دي واسعه فما بتاخدش خيط كتير. انا بالنسبه لي مش حابه اعمل الغرزه اللي هي زي الشبكه دي، فانا هعمل خمس مقاسات، يعني ادي اتنين تلاته أربعة خمسة كده، أنا هقيس خمس مرات الخيط، بعد كده هيتقسم على مرتين، هيبقى عندي طول الخيط طويل بالشكل ده. عايزة أعمل شكل، أعمل غرزة، أعمل اللي أنا عايزاه عشان يبقى معايا الخيط، حتى لو فضل منه هينفعني في الشراشيب اللي أنا هعملها في الآخر في المرجحة من تحت، فمفيش مشكلة. ماشي، هقص الخيط وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل إيه. القاعدة مع بعض، طبعا القاعدة مش هنلفها زي ما لفينا الجزئية التانية بتاعت الظهر. هنعمل ايه بقى عشان نقيس ونعمل الشغل بتاع القاعدة؟ لو انت هتعملي الغرزة عبارة عن شبكة يبقى احنا هنقيس ازاي؟ هنعمل مرتين، يعني هنقيس طبعا مش هقولك بالمزورة متر ومترين والكلام ده، لا احنا هنعمل بطريقة سهلة عشان ما ندوخش نفسنا وندخل في حسابات. بعمل كده لما اجي اقيس اي شغل مكرمية، بعمل كده واحد وبعمل كده اتنين. تمام، لو انا هعمل بقى شغل وهعملها ضيقه شويه هعمل مثلا مره ثالثه. تمام، انا عايزاها مره رابعه، انا هعملها كمان مره رابعه. ليه؟ لان انا هعمل شغل ضيق شويه. خلاص، يعني انتوا بعدين المره الرابعه وهنتنيهم هيبقوا ايه؟ على اتنين، يعني اربعه كده واربعه كده. يعني مثلا لو كل مسافه كده متر يبقى احنا كده عندنا اربعه متر، ونعمل 4 متر تاني يبقى 8 متر. بس هي طبعا دي مش هتوصل لل 8 متر، انت بتقيسي حسب الاطار بتاعك، بتقيسي مره اتنين تلاته اربعه. عايز تعملي خمس مرات اعملي، مش هيخسر حاجه، ان في الاخر هيبقى شراشيب في الاخر عشان تعملي شكل. عايزه تخليه تلاته مثلا، ولو قصر معاكي الخيط انا هوريك ازاي توصلي الخيط من غير ما يبان. هنبدا مع بعض نقطع خيط بالشكل دون ونشوف هنعمل ايه. هنقطع الخيط كده بالنص اهو، هنخليه بالنص كده اهو المسافه اللي احنا عايزينها، وهنبتدي نعملها كده اهو الطريقه العاديه بتاعتنا خالص اهو. تمام، هبتدي الفها كده لفوق وادخلها من الفتحه دي عشان اثبت بس الخيط عشان ما يتحركش معايا. الناحيه دي والناحيه دي برده اهي، هعمل دايره كده وهجيبها من فوق اهو، شايفين من فوق اهو، وهشدها كده عشان ادخلها مع بعض كده. تمام، هعمل واحده زيها هنا، واحده زيها هنا، واحده زيها هنا، واحده زيها هنا. هكمل الترتيب واوريكم ازاي هنعمل ايه في المره الجايه. كده عملنا
بلس سنتر خليناهم اربعه من هنا واربعه من هنا، ما هو نص القاعده بالظبط، اربعه واربعه. بعد كده عملنا اثنين 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 ولفيناهم بنفس الطريقه. هنعمل ايه؟ هناخد اول مجموعه دول وهنعملهم غرزه عاديه خالص اللي هي متعودين عليها بتاعت المكرمية، اهو مره يمين ومره شمال. بنشد بقى كل ما احنا شغالين بنشد. كنت عايزه اقول لكم حاجه، الفرق بين دي ودي، انا مش عايزه بقى امسك متر والمسافه ومش عارفه، لا اعملي ايدك كده، اهي قبضه ايدي اهو اهو، بعمل كده قبضه ايدي كده اهو، انا حاولت المسافه بعيني، عايزه تقللي اكتر قللي، عايزه توسعي شويه وسعي مفيش مشكله اهو. هعمل الثانيه برده بنفس الطريقه اهي اللي جنبها. خلاص اهو تمام. هاخد بعد كده دول هعملهم كده اهو نفس الفكرة. بقرب المسافة زي ما انا عايزة. هنكررها وهنمشي بيها لنهاية وكده خلاص. هاخد الناحية التانية هقربها برضه اهو. طبعا انا لو انا عاملة خيط هنا زي ما انا عملت الظهر هتقدري، مش هتقدري بقى تتحكمي، انت ربطتيه خلاص مش هتعرفي تتحكمي فيه، لكن احنا اهو بنتحرك زي ما احنا عايزين نظبط شغلنا. واصلا القاعدة دي هيجيلها الخيط اللي نازل من الظهر هيداري كل الشكل ده، وحتى لما داروهوش هو شكله حلو بس هو هيداري.
اللي في النص دول واخدت اللي جنبهم الدور على دي. دي بقى عشان اعملها هروح جايه كده تمام اهو، عامله كده نفس الطريقه اللي كنت بعملها من شويه مرتين عشان اثبت نفس التثبيته اللي كنت بثبتها، واخد الثانيه هنزل بيها برضو كده المسافه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، واخد الثانيه هعملها بنفس الطريقه. ادي مره ادي اثنين جنبها تاني غرزة. هي الغرزة هي هي اللي ماشيين بيها على طول اهو تمام. عملت كده هاجي على الناحية التانية هعمل نفس اللي انا عملته، اخد كده اهو مسافة وهعملها مرة تانية. اخد ديت اهو من تحتها كده واروح لفها برضو اول لفة واهي تاني لفة. زي ما عملت برضو الناحية التانية وهعملها غرزة برضو بنفس الطريقة، مرة بالناحية اليمين ومرة بالناحية الشمال. شغل المكرمية حتى لو واسع لو ضيق هو ماسك نفسه، يعني ما فيهوش مشكلة انك تعمليها شبكة واسعة شبكة ضيقة مش مشكلة، هو بيفرق بس في الشكل تمام. اهو عملنا كده هنرجع ناخد تاني اللي في النص اهو، نرجع ناخد تاني اللي في النص نبتدي نشبك تاني اللي في النص. شد جامد عشان الشغل معاك يبقى مشدود كده. هاخد دي مع دي تمام، وبعدين هاخد دي مع دي، يعني هقعد بنفس الطريقه واول ما اوصل لهنا ودي تبقى لوحدها هروح لفها بالشكل ده وامشي، همشي بالشكل ده لغايه نهايه ما نخلص الاطار كله، وفي الاخر هقول لكم هنثبتها ازاي في الاطار من تحت. كده خلصت اهو، هبتدي بقى ايه اشبك ديت، يعني بس المسافه تبقى بعيده شويه عشان اقدر اشد القاعده ما تبقاش ايه مرخيه تمام. اهو بعمل نفس الرابطه اللي انا كنت بشبك بيها هنا، بنزل كده اهو وباجي من الفتحه دي واروح شده كده اهو، هشد جانب واروح لفه جايباها تاني اهي، اللي جنبها اهي بلفها بدخلها من هنا وبلفها اهو وادخلها من هنا، نفس اللي كنا بنعمله في الجوانب. بتشد بقى جامد عشان كل ده لسه هيتثبت تاني مع الشراشيب ومع الظهر بتاع المرجح. اهو هنشد بنفس الطريقه كده اهو، بس طبعا مش همدك لأ عشان مش عايزه اكمل، عشان اهو شايفين اشد كده جامد اهو وبمشي بلف كده اللفه اللي انا كنتش لفاها اهو تاني وبعملها تاني. هكمل عشان بس اشدها جامد وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي جايه. كده خلص القاعده خلصت وبشد كده بروح ملفها كده اهو عشان تبقى ايه شابته ثابته اهي، شايفين جامده ازاي. يلا خلصنا وهنبتدي نشبك القاعده في الظهر اللي ورا.
نشوف هنعمل ايه. شيل ديت ونشوف هنركبها ازاي مع بعض. هنعمل مع بعض الحبل بتاع اللي هو بيشيل المرجحة. انا عشان استند فهحتاج 3 متر بس من الحبل، لكن لو انت هتعمليها من السقف ممكن توصلي لغاية 8 متر او 6 متر حسب طول السقف عندك. فانا دلوقتي هنعمل الستند وهقول لكم برضو في الاخر بالظبط هنعمل كم سنتي والكلام ده. المهم انا عندي دلوقتي كل واحدة من دول 3 متر. عملت ايه؟ خليت من هنا متر ومن الناحية التانية مترين، ومن هنا مترين ومن الناحية التانية متر. خلاص هبتدي اشيل العلامة بتاعتي اهو اللي انا عاملاها دي. تمام، وهبتدي اعمل غرزة مجمعة للمجموعة الخيوط دي كلها. خلاص هطلع شوية حوالي 5 سنتي من فوق كده عشان اعمل الغرزة المجمعة. هجيب خيط، مجرد خيط عادي، قطعة خيط كده عادية، هقسمها نصين، هيبقى عندي كده دايرة هنا هحطها من تحت الخيط. تمام، وبعدين هجيب قطعة تانية هتبقى برضو هعمل لها دايرة كده هحطها من فوق الخيط. طرف الخيط ده الاولاني هدخله في الدايرة التانية، وطرف الخيط التاني هدخله في الدايرة ديت اهو. يعني ده دخل في الدايرة دي وده دخل في الدايرة دي، وهشد كده. شايفين اهو، ده دخل في الدايرة دي وده دخل في الدايرة دي، وهشد كده اهو. تمام، اعدل بس الخيط على ايدي وابتدي اعمل الغرزة المجمعة اللي هي الجزئية اللي هيتعلق منها المرجح. هلغي دول اخليهم معاهم كده وابتدي اشتغل غرزة عادية خالص اللي انا كنت شغالة بيها، غرزة مكرمية عادية خالص. مرة يمين ومرة شمال. هكملها، هكمل مسافة كده بحيث لما اتنيها هي دي اللي هتبقى التعليقة بتاعت المرجح. انا عملت التجميعة دي اللي احنا قلنا عليها، وبعدين هنا اهو دي ممكن تكون مفتوحة بس انا عاملاها مقفولة عشان تبقى امتن شوية. هجيب لها هوك سوستة وهعلقها بس بعد ما اخلص عشان ما نزلتش. تمام، انا كده علقتها مؤقتا عشان اكمل شغل. هاجي هنا اهو كده، تمام، الحتة دي كده معلش عشان مش عارفه اثبتها على الستاند. هاجي من هنا كده وهاخد طرف من الطوال وابتدي اعمل برضو غرزه مجمعه تاني عشان يبقى كده هو ده التثبيت بتاع العلاقه بتاعت المرجحه. اكملها وارجع لكم تاني. اهو خلصت الجزئيه اللي فوق اللي احنا عملناها المجمعه دي اهو، وبعدين سبت مسافه وعملت جزء مجمع تاني. خلاص هنزل بس الكاميرا عشان نكمل اهو. تمام، عملنا اللي هما 4 جوانب اهو. الاربع جوانب شوفوا انا بعمل ايه، باخد 2 طوال و2 صغيرين وبروح عاملاهم بالشكل ده مع بعض، كل 2 مع بعض، طرفين من الحبل القصيرين وطرفين من الطول مع بعض. تمام، انا عايزه نعمل الغرزه، هي مش جديدة موجودة يعني، بس ايه اغلبية المراجيح اللي موجودة على النت موجودة اللي هو الشكل الحلزوني. احنا النهاردة عايزين نعمل شكل جديد، مش جديد والله، هو موجود بس انا عجبني اكتر لان حسيته هيبقى اسهل للناس المبتدئة. فاحنا هنعمل الاول هنعمل غرزة عادية اهو، هنخلي زي كده اهو. تمام، وهنجيب الخيط بتاعنا بنعمل الغرزة العادية بتاعتنا. اهو ندخل الخيط من تحت نعدي كده اهو، وبنعمل اول غرزه عاديه. بعد كده هنعمل الناحيه الثانيه برضو نفس الغرزه اللي احنا ماشيين بيها على طول.
انك تلفي الخيط كده في ايدك، بيدي شكل يعني اسهل في التعامل، عشان طبعا الخيوط طويله، فاحنا عايزين ايه يبقى معانا الشغل يبقى سهل ما يتكلكعش ويتعبنا. كده انا عملت غرزه عاديه زي اللي احنا شغالين بيها من بدري. بعد كده همسك الخيط القصير ومعاه الخيط الطويل اللي انا لفاه ده. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي الف كده اهو الخيط دون الطويل، هجيبه فوق القصير واعديه تمام اهو، واعمل غرزه بالشكل ده اهو. هجيبه اهو هلف كده فوق الخيط اهو، شايفين اهو، مجرد لفه عاديه خالص اهو اهي. هلف كده اهو، سهله جدا اهي، ما فيهاش اي حاجه. التانيه الحلزوني انت بتشتغلي من جنب واحد بس بتلفي معاكي، فممكن تتلخبطي. انا حسيت ان بالنسبه للمبتدئات هتطلع صعبه معاهم شويه، فقلت دي هتبقى اسهل اهو. نفس اهو بلف على اتنين بس، اتنين بس، شايفه تمام اهو. شايفين الغرزه شكلها جميل ازاي؟ بس لسه لقيتها، بلف اهو تمام. بقعد الف كده لغايه ما احس ان الشكل اللي انا عايزاه قرب. طبعا هنشوف دلوقتي الشكل عامل ازاي. شايفه مريحاني ازاي وانا لفاها؟ انا عاملاها بتوكه حفيدتي الصغننه دي، طبعا لو شافتها مش هيحصل طيب. اهو تمام كده. نعمل واحده كمان، خلاص كده اهو عملنا كام لفه؟ 2 4 6 8 9. انا كده عملت 9 لفات. احط الخيط شويه واسيبه على الترابيزه هنا، برده تحت ايدي الترابيزه عشان الدنيا تبقى سهله معايا. هسيب الاثنين دول وابتدي امسك الاثنين دول. انا عندي اهو الخيط الصغير ومعاه الخيط الكبير، الخيط الطويل برده هجيبه اهو من فوق وادخله كده اهو تمام اهو. بعمل بس الدايره من بره الناحيه الثانيه اهو، الف كده واعمله كده، دي من الناحيه دي ودي من الناحيه دي. هعمل برده 9 لفات اهو، 3 من فوق الخيط، من فوقه والف. متهيألي سهله وجميله وشكلها حلو قوي على فكره، لسه لما نخلصها هتعجبكم جدا، هتبقى سهله زي ما اتفقنا للمبتدئات. اه معلش عملت العكس، صح ماشي تمام اهو ماشي. من فوقها وبرجع كده اهو، افك الخيط شويه اهو، بلف بقوا 9 ودول بقوا 9 خلاص. انا عايزاهم يبقوا كده، اولا الحبل بيبقى متين اكتر تمام، وشكله بيبقى جميل. انا كده خلاص عملت الناحيتين، هعمل غرزه عاديه زي الاولانيه اللي عملتها فوق، الاثنين الصغيرين هم هم في النص، وهعمل هجيب كده دي عشان اشتغل، اعمل غرزه عاديه تمام. هجيب البكره دي اهي، لحظه ادخلها بالشكل ده اهو، بعمل غرزه عاديه بس لما بربطها اهي تمام. احنا عملنا الجنب ده، هنعمل بقى الجنب ده خلاص. الغرزة بتاعتنا هنا عادية.
دي غرزتنا عادية خالص. هنعمل ايه بعد كده؟ ممكن نعمل غرزة تاني زيها، بس انا حابة انها يكون واحدة واحدة بس. دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد برضو الاثنين تاني زي ما كنت شغالة، وابتدي اعمل نفس اللي عملته بعد كده. اهو هطلع كده اهو، هعد برضو 9 تاني اهو بنفس الطريقة. خلاص اهو هكرر اللي عملته، هشتغل بالخيطين دول 9 زي دول، وبعدين هشتغل 9 زي دول، وبعدين هعمل غرزة عادية لغاية ما اكمل اعمل. هما في دراعين هيبقوا قصيرين وفي دراعين هيبقوا طول. الدراعين القصيرين انا بالنسبة لي عشان شغال على الستاند فهعملهم قصيرين قوي، لكن انتوا لو شغالين على حاجة يعني على سقف وكده هون فهتبقى يعني قصيرين بس اطول شوية من اللي انا هعمله. فاحنا هنعمل قصيرين خالص ومعاهم اتنين طول، وهنشوف المقاسات. وزي ما قلت لكم في نهاية الفيديو ان شاء الله هقول لكم المقاسات بالظبط والاوزان بالظبط كل حاجة بعد ما نخلص خالص، هقول لكم الاوزان والمسافات كل حاجة بالظبط. هكمل بس الاربع حبال وبعدين نرجع نثبت مع بعض في الطوق، لان طبعا الشغل صعب جدا بالشكل ده. وعشان برضو ما اطولش عليكم في الفيديو، نعمل المرجحة في فيديو واحد زي ما تعودنا، ان الشغل بتاعنا يبقى فيديو واحد مش كذا جزء. وكده انا خلصت ترتيب بس. يعني انا دلوقتي عملت ايه؟ اهم الاثنين اللي انا قسمتهم بالنص، وادي الاثنين اللي انا قسمتهم بالنص اهو. ده هيبقى دراع وده هيبقى دراع بس بشكل مختلف، تمام؟ يعني واحد هحطه من قدام وواحد هحطه من ورا عشان يبقى فيه هو فيه شكل هنتعلمه دلوقتي مع بعض. بعد كده جينا لدول، دول الاربعه القصيرين عملتهم بلون مختلف عشان ارتب شغلي بحيث ان مفيش حاجه تتكلكع معايا. ودول الاثنين طول هيبقى مع اثنين طول مع اثنين قصيرين. بس احنا هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض بدول. هنبدا الاول بالدراع ده عشان نتعلم نشوف هنعمله ازاي. هنلم دول كده كلهم نحطهم كده على الستاند. طبعا انت بتبقي شغاله بقى على ترابيزه، بتبقي شغاله على اي حاجه زي ما انت عايزه. هشيل دول كده، هنعملها كده اهو، انا اثبتهم عشان اعرف اشتغل على الدراعين دول، وبعدين نرجع نشوف هنعمل اول دراع ازاي. انا عملت التعليقه اهي خلاص. بعد كده انا كان عندي ال 8 16 واحده، فباخد اتنين قصيرين واتنين طول. عملت انا التلات دراعات وده الرابع هنعمله مع بعض. عملنا بناخد الاتنين القصيرين بنخليهم في النص، والاتنين الطوال بيبقوا هم على الجنب. ابتدي اشتغل الغرزة العادية بتاعتنا بس جنب واحد، مش جنب مش جنبين، عشان يدينا اللاوية اللي موجودة في الشكل بتاع الدراع بتاع المرجحة. بشتغل من جنب واحد بس، اللفة كلها من الجنب الايد اليمين اهو. بعمل كده اهو، بدل ما بعمل يمين وشمال لا انا هعملها على اليمين على طول. بتبتدي تلف معاكي وانت شغالة، بتبتدي تلف معاكي وانت شغالة كده، تمام؟ اكملها وارجع لكم تاني. دي طريقة التثبيت لأي حاجة في القاعدة. بناخد الحبلين الطوال من قدام والحبلين القصيرين بنخليهم من ورا. بنروح شادين بناخدين كده هون اهو، بناخد الحبل الطويل اهو الاولاني، بروح شده لفاه اهو، هشده على البتاع هدخله من الركن. دي طريقة التثبيت. اي خيط هنثبته في القاعدة في الحبل في الشبكة، دي طريقة التثبيت عامة. حبيت احطها لكم في اخر الفيديو عشان تبقى واضحة. هدخل كده من الزاوية وهلف، هشد جامد وهعمل دايرة وهدخل في الدايرة بالشكل ده وهشد جامد، تمام؟ انا كده بثبت اي خيط عايز اثبته في القاعدة في الدوائر بتتعمل بالطريقة ديت. هاخد الخيط التاني اهو، برجع الخيطين اللي ورا دول لورا اللي هم القصيرين، برجعهم لورا، تمام؟ واخد الخيط الطويل التاني وهعمله بنفس الطريقة اهو، بلفه وبدخله من الزاوية كده، وبعدين بروح لفة تاني الدايرة، بعمل دايرة كده واروح داخله فيها وشده. دي طريقة التثبيت. بعد كده لو انا بقى بعمل في النهاية خالص التثبيت بتاع الشراشيب، بنزل كده وبروح عاملة غرزة تثبيت كاملة عشان على دايرة على داير ما يدور على القاعدة من تحت. بعمل غرزة او غرزتين داير ما يدور عشان تثبيت برضو للقاعدة. يا رب الشرح يكون عجبكم.
اعملوا سبسكرايب وتفعيل للجرس عشان يوصلكم كل جديد. التعليقات عشان اعمل لكم حاجات جديدة، عشان التعليقات بتشجعني ان انا اعمل لكم حاجات جديدة. ويا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله نلتقي في شغل جديد. كانت معاكم رضا احمد. كده خلصت الاربع حبال بالشكل ده، اتنين قصيرين واتنين طول، تمام. واحنا لسه لما هنحط السوسته اللي فوق اللي هي اللي فيها الهوك اللي هيعلق هتنزل لتحت شويه، بس انا مخليها عاليه عشان اعرف اشتغل عليها. احنا دلوقتي قسمنا هنا دوت المسافه ديت هي 60 سنتي، المسافة دي 90، التلاتة دول 90، كل المسافة اللي هنا اللي هنا 90. انت براحتك، عايزة تنزليها كده نزليها، عايزة ترفعيها ارفعيها، يعني المسافات دي كلها انت اللي بتحدديها اذا كنت تزودي او تنقصي. بس كده هو احنا دلوقتي هنركب القاعدة وهنشوف هنعمل ايه تاني. كده انا خلصت القاعدة وشبكت الحبال دي تشبيك بسيط لغاية ما اثبت القاعدة، وبعدين هرفع القاعدة كده واخليها في نص، قصدي الظهر، واخليه في نص القاعدة بالظبط. خلاص انا الظهر كنت لفاه اللفة دي، فانا هعمل ايه بقى؟ هاخد الخيط اهو، انا سايبة منه خيط، فكيت الحتة دي انا عشان ما نبقاش حاطينهم يبقى مكلكة يعني الخيط مع بعض. فانا هعمل ايه؟ هاخد دي بعديه احطهم جنب بعض كده، طبعا صعب جدا ان انا اعملهم قدام الكاميرا، هحطهم جنب بعض كده وابتدي الفهم بالخيط الطويل بتاعي اللي هو اللي كان لافف دي، هلفهم مع بعض في النص بالظبط، هيبقوا محطوطين جنب بعض مش فوق بعض، جنب بعض، لانك انت لو حطيتيهم فوق بعض مجرد ما هتيجي على المرجيحه هتروح نازله وجايه كده، وساعتها هيحصل فيه رخيه في الحبل، فانت لازم تحطيهم جنب بعض وتبتدي تاخدي الحبل ده وتعديه وتشدي كده 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 لغايه ما توصلي هنا. وبعد ما تركبي الجزئيه دي خلاص بقى تشيل الترابيزه دي وابتدي اظبط الحبال ديت واعمل الوضع الثابت بتاعها، وبعد كده نعمل الظهر مع بعض. كده ركبت الاربطه بتاعت المرجحه وركبنا القاعده. الحزام بتاع المرجحه دوت انا جبت اللي هما الاثنين القصيرين وثبتهم في القاعده، تمام. هاجي بعد كده اعمل ايه؟ اللي هو الحزام دوت هبتدي اشتغله بالغرزه العاديه، اهو بعمل كده، تمام، غرزه عاديه لغايه الاخر اللي هو بقيه الحبل اللي هو بتاع المرجيحه، دول بيبقوا ثابتين وانا بشتغل عليهم غرزه عاديه، بيبقوا ثابتين بيظبطوا لي المرجيحه وفي نفس الوقت الخيط ما يقعدش يكلكع معايا يمين وشمال. هقعد اشتغل كده لغايه الاخر وهثبته في القاعده. هوريكم ازاي التثبيت، لان يعني هو التثبيت انا ما وريتكمش عشان كان صعب قوي ان انا اشتغل بيه. فانا كده اهو انا اهو عملت ثبتت هنا، وبعدين اخدت الطرفين القصيرين وثبتهم في القاعده، وبعدين هشتغل عليهم غرزه عاديه زي ما اتفقنا، الغرزه العاديه بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها من الصبح دي كده كده، وبرجع كده اهو نفس الغرزه، هي نفس الغرزه اللي احنا شغالين بيها من بدري، مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال، لغايه ما هنخلص لغايه القاعده تحت. خلاص كده اهو ده بقيه الحزام بتاع المرجيحه. بعد كده هعمل ايه؟ هروح جايه هنا عامله اربعه اربعه اربعه، يعني السنتر بتاع الظهر هيبقى فيه اربع حبال، كل دول اربعه. بعد كده اثنين 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 هعملهم ونرجع نشوف هنعمل ازاي مع بعض بقيه الظهر. كده عملت الاربع غرز العاديه دول، تمام. بعد كده همسك الاثنين اللي في النص دول اهو، اسيب دي واسيب دي واخد دي، وابتدي اعمل الشبكه بتاعتي بنفس الطريقه اللي عملنا بيها القاعده بالظبط. همشي يمين وهمشي شمال، تمام، وهاخد دي ومع دي بنفس الطريقه.
تمام. بعد كده هاخد دي مع دي، وبعدين ارجع اخد دي مع دي. بعد كده هبتدي اخد دي مع دي، هما بيبقوا باينين يعني الشغل نفسه بيبقى باين. هاخد دي مع دي وبعدين دي مع دي اهو تمام، وبعدين دي مع دي خلاص، وترجعي تاخدي دي مع دي خلاص، وبعدين هتاخدي وتضيفي واحدة تانية وتكملي وتضيفي واحدة تانية، بعدين ناخد من النص تاني ونشتغل، وبعدين نضيف الأخيرة تمام، وهكذا زي اللي عملناه بالظبط في القاعدة. هكمل الجزئية دي وارجع اقول لكم ازاي هنشبك في الجوانب. كده خلصت العمود ده اهو، خلاص شبكته. بعد كده عملت اهو اربعة واربعة 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 تمام، وبعدين عملت واحدة واحدة واحدة، يعني ثلاثة من هنا وثلاثة من الناحية التانية. دول هبتدي امسك اللي هي دي اول واحدة اهي، وهعملها غرزة عادية. واللي بعدها برضو نفس الكلام. ودي وهعمل دي ودي، هعملهم برضو غرز عادية. كده انا وصلت اخر واحدة هنا اهو تمام. هنا بيبقى باين لك قوي خالص ازاي انت هتمشي، مجرد انك انت هتبتدي تشبكي بنفس الطريقة كده لغاية الاخر، هتبتدي تشبكي بقى لغاية الاخر. اول ما توصلي لدي هتبتدي بقى تعمليها زي ما اتعلمنا ان احنا هنعملها كده اهو. انا هوريكي بس بشكل كروكي كده عشان ايه اهو كده، ونروح عاملينها مرة تانية كده خلاص. وبقيت معايا واحدة تانية تمام اهو كده، خلاص بقيت معايا واحدة تانية. هاخد التانية واروح اعملها برضو، بدخلها من تحتها كده هي كأن دي مش موجودة، بعملها كده اهو بالراحة اهو تمام، بشد كده اهو. انا طبعا مش بثبت، انا بس بشرح لك عشان انا مش قدام الكاميرا مش عارف اشتغل اكتر من كده اهو تمام. كده بقيت عندي اهي، بقربها كده اهو، وبعدين ابتدي اشتغل بيها كده واكمل لغايه الاخر، واجي الناحيه الثانيه وبرضو اعملها بنفس الطريقه، وابتدي اجي تاني من النص وابتدي اشتغل واروح كده، واول ما اجي للطرف ابتدي اشبكه على الاطار من الناحيه دي لغايه ما نوصل لنهايه الظهر ونخلصه. وبعد كده هوريك ازاي التثبيت، وكده هيبقى خلصنا مع بعض المرجحه، وهعيد لك بعد كده ازاي عملناها من الاول خالص. هكمل بقى الظهر وبعدين ارجع لكم مره ثانيه نشوف هنعمل ايه. وكده نبقى خلصنا المرجحة بتاعتنا، والظهر كده انا شبكته. طبعا طريقة التشبيك موجودة في الفيديو من الاول، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.